لبن بودرة حكاية جميل، بيتعمل بكل سهولة. جربيه وهيعجبك. بس أهم حاجة فيه 3 خطوات لازم تمشي عليهم، وانتي بتسويه لازم يكون على نار هادية، بعد الغليان لازم يكون على نار هادية. تاني خطوة لازم يتنشف كويس، تنشفيه كويس. تالت خطوة بقى ودي المهمة، لازم يعني تطحنيه كويس اوي 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 اوي. وللأمانة أنا حطيت 3 معالق سكر، لا المفروض تحطي معلقة واحدة أو معلقة ونص، هو سكر مني، فهي تمام السكر حسب المذاق. أنا زودت شوية، فأنت على حسب إيه ما بتشربي، عايزة تزوديه عايزة تنقصيه السكر براحتك. بس بالأمانة والله طعمه حكاية، جربوها هيعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير من أكل التيت. السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة ان شاء الله. النهاردة بإذن الله هنعمل اللبن البودرة. اللبن البودرة بيتعمل بكل سهولة، ما فيهوش أي دبكة ولا مكونات كتير. هنجيب كيلو لبن أو الكمية اللي انت عايزاها، وحلة ألمونيا، لازم حلة ألمونيا، ما ينفعش تيفال أو سيراميك أو أي معدن تاني، ألمونيا أو سيليستين، عشان هنقلب فيه كتير من ساعة ما نبتدي لغاية ما يخلص اللبن البودرة هنفضل نقلب، فعشان ما نكحتش أي حاجة من السيراميك أو التيفال والحاجات دي. هنجيب كده كمية اللبن اللي انت عايزاها، اي كمية انت عايزاها. انا هعمل كيلو لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنولع عليه. وهنسيبه بقى يغلي، واول ما يغلي هنوطي عليه زي الشمعة، ونفضل بقى نقلب فيه كل شوية، نقلب فيه نخليه ونحطه في حلة تكون كبيرة شوية، لان احنا هنسيبه يغلي فترة كبيرة. اول ما يغلي وناخد بقى نتيجة ان انت بقى خلاص يتغلى والمفروض تدفع عليه، ما تدفيش عليه، هنوطي عليه زي الشمعة ونسيبه بقى. روحي بقى شوفي انت هتروقي، تكنسي، تصبني، تشوفي اللي وراكي، مش هتقفي جنبه، بس عينك تكون عليه كل شوية تقلبي، وعلى نار زي الشمعة، خلي بالكو على نار زي الشمع ومع التقليب علشان ما يتحرقش، والحلة تكون غويطة عشان ما يفرش. كده اللبن غلي، هنوطي عليه، نوطي عليه زي الشمع، ونبدأ بقى في التقليب. بسم الله الرحمن الرحيم. عينيك ما تروحش من عليه وايدك فيه، يعني انت يستحسن انت بتعملي في المطبخ تعلقي على اللبن البودرة، علشان يبقى سهل ان انت كل شوية تقلبيه، تفضلي تقلبيه كده ما تخلوش يتحرق، ونفضل كده في التقليب لغاية ما ناخد النتيجة اللي احنا عايزينها. بصوا بدأت السوائل تنشف، بس ما شاء الله القشطة. لازم اللبن يكون لبن بلدي كامل الدسم، ما ينفعش اي لبن تاني. بصوا السوائل قلت خالص، تجيبوا اللبن من مكان موثوق فيه، لبن بلدي حلو. بصوا بسم الله ما شاء الله، خلاص السوائل قربت تخلص، وهيبدأ بقى يدخل ايه في مرحلة السوى. اهم حاجة تجيبوا اللبن من مكان موثوق فيه، وهياخد منك وقت، خلي بالك هياخد منك وقت، يعني اول ما تدخلي المطبخ الصبحية اول حاجة علقي عليها، صبني بقى وطبخي واعملي، وايدك عليه وعينك عليه. حاجة جميلة وحاجة نظيفة، ما فيهاش مواد حافظة، واي حاجة انت عايزاها تعمليها على طول. سوق السوائل كده خلاص نشفت من اللبن، وطعمه جميل قوي. هيبدأ بقى يدخل في مرحلة السوى، خلي بالك مش عايزينه يبقى غامق، حاولي ما تخلوهوش غامق، تعملي كل حاجة في بيتك لمواد حافظة ولا اي حاجة، تاخدي طعم حكاية. بعد بقى ما هيخلص هنشفه يقعد شوية حلوين، لو في مروحة في شتا زي كده حطيه في الشمس شوية، او سيبيه ينشف براحته، لازم يكون ناشف. تاخديه بقى وتطحنيه، ويكون عندك نص كوباية لبن، نص كوباية سكر بودرة، وتلخبطيهم على بعض. حابة تحطي لهم ربع معلقة نشا، حطي اللبن اللي بيبقى بره، اللبن نيدو اللي احنا بنجيبه بيبقى داخله نشا، حابة تحطي ربع معلقة نشا حطي، مش حابة، هو كده بيبقى حلو قوي.
بص حبايبي هنغطي عليه بقى وهسيبه لما يبرد خالص ونسيبه ينشف. احنا خلاص كده انا سيبته يوم بليله في نفس الحله اللي عملت فيه، بصوا ينشف. هاخده بقى احطه في المطحنه. بسم الله الرحمن الرحيم. كحاتي كل اللي في الحلقة. معلش بقى عشان الصوت، لازم اكحك وما اسيبش حاجه. وهتحطي نص معلقه نشا، لو مش حابه النشا تحطيها ما تحطهاش، بس هو اللبن الجاهز بيتحط له نشا. وهحط معلقتين سكر، سكر بودره، حابه تقللي حابه تزودي براحتك. لو حابه تستبدلي السكر البودره اللي هم الناس بقى اللي هم ايه حبايبنا اللي هم بيعملوا رجيم وبيحطوا اللي هو السكر الحبيبات دهون، حطي كام حبايتين ثلاثه وهو بيطحن يبقى حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنطحن. ده حبايبي انا نقلته هنا لان المطحنه الثانيه مش شغاله، هطحنه في المطحنه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طحناها. بسم الله الرحمن الرحيم. نجرب بقى دي كوبايه شاي ساده. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا عامله الشاي تقيل. والله كوباية شاي في منتهى الجمال. اتفضلوا معانا. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة فضلا وليس امرا. سلام عليكم.